موضوع ويش ثنين هذا خيوي شويه نروقت السيتي ما كي خصبام شويه. مهم الموضوع نسمات الزوجت والسين خوام جس قان الزوجت الجامع الناس لكن استعرفت قناس الزوايا. المهم أم الزوارو الموضوع نشي نتحاول دائما الموضوع أذيري موضوع الساعة نتقغاس الإشارة نطرق غاس نسوار خاس الموضوع الزوايا السور نخاس الطاس ذي من يعدان لسبب بسيط أنه ذي نجي المناسبة مناسبة سمان عيد المولد النبوي ينا هم يقان الزوايا تقن دايس يجن حفلة طم قرانت حطان دايس الالاف وربما مئات الالاف الموردين تسنزي مارا يموشان زي العالم جتنخ هذا منيني من السجد ذي الموضوع عوا ما مش نيخ الموضوع ينخر وقت ما شاء تواريخ الموضوع يستهج وخا ينخر وقت لكن يستحق سويني اجتنخ أذيس نبدأ. مهم وزارة الأوقاف صفو يعني هنومي قان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نخ الإسلامية إكجانديج الوزارة تعتبر من أغنى الوزارات ذي الدولة النومي قان الدولة العلوية. وزارة الأوقاف صفوغ كتا زي 14 مليار سنتيم مخف خيمرا بضم تينو مقان الزوايا في إطار يعني الهيبات تشيثنت الدولة مكورة سبقاس باش أذرهان نخد اعتانان سيمرا بضم الزوايا بنا نتن تعود ناسن ربنيتي شن تمنيا ذي انو ميقان الزوايا ذي المغرب بين قوسين دايس حتى يعرف دايس 5,838 مربضا ذي المغرب زي سعرف دايس 1,496 زاوية صور ذي يثمع 1,496 زاوية مكور الزوجت تفغاس 8 ذواقرة 12 مرة منايا زي 8 التي كانت يخصد راحنت غد تعليم اذا حنت غد تشغيل اذا حنت غد سبيطارات اذا حنت غاي النيوي خدمان اذا راح انت غاي بوبريان اذا راح انت تسمى غاي معاشان اذا راح انت غاي نيت تصندي بارا اذا راح انت غاث مغارين وواي تجيبو يا يزان اذا راح انت غاي وذاني هرشن وزمعنا الخدمان لكن العصابة العلوية تخصص ما مقداره 14 مليار سنتيم مكورة سقاس باش تكش تمنيات ينو ميقان امرابضن نيخ الزوايا ممشي نيخ الخو أقدين حسب الإحصائيات 1,496 زاوية أو ممش دي أكد لأنه مقان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنك تا زي 30 نمرا بذنك سبقاسا بنانتن عذرنتن سبحان الله العظيم إني دان تتصن ذي بارا إني دان تتصن ذي الشوارع إني مثن تعدرس العصابة العلوية ثبنا يسن سبحان الله العظيم خميني غن السور أنا شت العدد يوم قران سمني مرابضا أنا شت العدد يوم قران الزوايا ذوشتو ين تمنيات يخصن تصرف الدولة أذا شتغير باللي الشعب يكمر نيخ الأمة يتكمر سقاري ثنيين وميقان الزوايا أخميني ونزمع ذي عيش الشعب ذويدود برا الزوايا برا إمرابضن
هذا يشتغير باللي الشعب يتستفاد شن حاجث سينا وميقان الزوايا والأضرحة نيخ إمرابذن. ماشا الواقع يقع أن الوحيد يستفاد زي تغيورية ذا الخرافة ذا الشعوذة ذا سمى ذا الدجل هو إعلويا ذي النيجان مقرنا الزوايا مثلا الزاوية الكركارية الزاوية البوتشيشية ممش النيقة ديني 1496 زاوية. إذا سمى قبر ملاذ ذي الموضوع إجان دسقسي من تستفاد العصابة زي الزوايا ذينا قبر ما أخس نجاوب خسقسية جتان خانس شوية سقساني ويويا أن مهاوض شوية قويويا. كيف يعقل الدولة جوع إني دام تارث ديم عاشن مشى تهتمس إني يموثن ما مش توارم كنيو الدولة ثبنا سما إمرض ظن ما مش النيخ ذي سني وذان موثن ما شذني وذان نهار ذي تصمض ذي الأطلس على سبيل المثال ذني وذان التمتان تصمض وجبت ورم الشعب أنه التمنية ذني مران كشي ثنتي إني موثن عفوا مران كشي ثنتي إني دان حسن زي مران خساري ثنت خيني موثن وتويري مشى باللي تمنية ثا يتمكشاني الزوايا كان بها أن تنكش نيخ الزيسن تعذر مثلا إمضران قنزرا سما ممش دورن إمضران دي يعرف نيخ دي المغرب سما دورن سما نطان دي سنفراد الزبر وتويري مشى باللي ما عليك خص الدولة ستمنية على الأقل أطفال إمضران أذا سنتك جابريد أذا سنتك رحيوض أولى زي أتكشد تمنية ثا الزوايا واش توارم من المنطق أذيريني مرفضا الزوايا اكتا زي سبيتارات ذي المغرب واش واتويري مشا باللي يوذاني تصندي بارا واتيفن حتى مالطا أدعز زي سذرن أولى أتكشم التمنيات الزوايا ذي مرابضن. إذن قبر سمحتي إجن ثانية قبر ما نذفذ سما ذي الموضوع نوض نقاء إجن قراءة طمزيانت نغزا من زمع أتق الدولة سوانا شتويا التمنيات إتيش ذي الباطل وانفعنت وشفعنت مثلا 16 مليون دولار يتعادل 15 مليون أورو حسب البنك الدولي يقع باللي المعدل الدخل المغربي ضعيف جدا او ذي التقرير سمان البنك الدولي وقسوقاس 2018 يقابل لي الدخل المغربي يني خدما لا يتعدى 5000 دولار يعني 400 اورو اشهار او المرتبة الدولة المغربية ذي الاتجاه يعني حسب الدخل الفردي تكلاسا واسم 119 من 174 دولة تصور غاخ 174 دولة المغرب يتسد واسم 119 منايا يتعلق سما إحصائيات من البنك الدولي ذي نيجي المؤسسة النغنية قناة منتدى الاقتصاد
والإعلام إجانو رنتا إضفان اختابع للأمم المتحدة يصنف الدولة ثمغربش خلال 2018 ذي المرتبة 122، يعني البنك الدولي 119، المنتدى الاقتصاد والإعلام 122، والمؤسسة يتقى باللي معدل الدخل السنوي يساوي 5456 دولار، يعني وذين بوش انفاق ضم قران النقد الدولي إنا 5000 دولار، المؤسسة يعني المنتدى الاقتصاد والإعلام إنا 5446 دولار يوسوس، يعني إجنفاق ضم زيان جاء اثنين المؤسسة. الإشارة أن كل مرة دول من شمال إفريقيا تصنف الأفضل ذي المغرب ذي الترتيب، تصورت حتى ليبيا يتعيش نرحب كلاسة احتلت درجة 69، يعني ضعف أحسن ذي التصنيف المغرب إجان 122. مصر إجان ذي الدول الفقيرة للعالم في كلاسة 98. من خساديني منايا يخساديني أن 16 مليون دولار يتمكشان سميو ذان موثن نيخ الزوايا لا تسمن ولا تغني من جوع، ما عليك 38 مكشنت سما يوذن العائلات نجر حساب وذن ثيمر الحساب وتجبوذ والنير نوض نوفا أذي النيري 7200 عائلة مران كشاس مكور العائلة 500 دولار للسنة، تصورت كل سنة استفاد 7200 عائلة ما مقداره 500 دولار، مرا أنستخدم 8 ذي سبيطارات، يعني جن البحث بسيط المستشفى إجان عادي وجبوا مستشفيات سما زي الطراز العالمي، المهم المستشفيات سما زمان ستافي بالغرض يطوض العدد الناس جاء 8.9 مليون دولار، يعني استمازيخت 14 مليون يعني 16 مليون دولار إتيش دولار سما ذي التفاهة الخرافات الشعوذة، مرا تقزايز سبيطارات إجال عدد الناس جاء 8.9 مليون دولار يخسد يني 2 سبيطارات مكور أسقواس ذي 10 سنين أذين يري 20 سبيطة أذ توقن 8 إتمكشاني الزوايا ذي مرابضا. أو مع العلم أن مكور 4500 مغربيا غاسن يجمو ضبيب، مران روح مثلا غوليمان انتف مكورة ضبيب يتيري غاس فقط 214 مهرش، تصورت مكور الضبيب ذي المغرب يخسى مجبر اذ يسعدو، يعني غاس يريزي العدد الإجمالي الساكنة ما يقارب 4500 مريض، 4500 مهرش لكل طبيب في المقابل انتف مثلا ذانتا ذقليمان على سبيل المثال 214 لكل طبيب. انتقل من زماع اذقنت 8 مثلا كمدارس، مهم كبحث بسيط دائما، مهم حسب اجن برنامج مسؤولة خاص الامم المتحدة تذرق اجن حملة تسمات تقريب المدارس من المواطنين، يعني ما مش غن السيدس المدارس يوذان يمزداغ الساكنة يتوق ذو 2014 سما يعني الحملة يتا يقال أمم المتحدة باللي المدرسة الابتدائية زي واحد أرست سنين تساوي 100 ألف دولار، يعني
100 مليون زما ذا تبني المدرسة زي التحضيري إلى أسواس وي ستة. نفس الحملة مران السيور مثلا خربني الإعداديات، تكلفة المدرسة الإعدادية تساوي نصف مليون دولار، يعني 500 مليون سنتيم. مران السيور خل المدارس الثانوية نفس الشيء 500 مليون سنتيم. مران السيور خل الجامعة، يعني الجامعة وجيشة زي الطراز العالمي ولكن جامعة لا بأس بها، تساوي مليون ونصف مليون دولار، يعني مليون وخمسمائة ألف دولار، أي أنه 16 مليون دولار إذ خصى العصابة العلوية اختفاها. مرى المدرسة الابتدائية مئة ألف دولار، زمع أتبنيد 160 مدرسة مكورة سقواس. مارا المدرسة الإعدادية تسقى 500 ألف دولار، تزمع ذات بنيد 32 إعدادية. مارا المدرسة الثانوية تسقى نصف مليون دولار، تزمع ذات بنيد 32 ثانوية ذوك سقاس. مارا الجامعة تسقى مليون و 500 ألف دولار، تزمع ذات بنيد 10 الجامعات مكورة سقاس. منايا في سنة تصورت يا إثما مرت من يثم كور عام 16 مليون دولار، يعني غتعرض المغرب ذا الريف ذا الصحراء مرة ذا الجامعات مرة ذا التمنيات مرة ذا قروان، ولكن سن ما يمي العصابة العلوية تجي أغاسيري إجن الشعب واعي مثقف، لأن خميغة يوض ويذوذ أذيري واعي مثقف يخسديني أذفهم اللعبة إخست مارس تسمى الدولية عن طريق تسمى الاستحمار الناس الاستغبال الناس، او سويني انت في الدولة خصات 8 خص الزوايا، لانه السن ما يمي، لان الزوايا تحاول انت تصوصنت اضمغنت يعني وتجنت بنادم اتفكا نيخ اتخارس. المهم والسنخ ماني غناح مران روح مثلا غالأمية من زمارتك 16 مليون دولار في قضية محاربة الأمية. حسب أرقام سما رسميا الدولة المغربية، هناك وكالة دينج الوكالة قناس الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تنشع إجن التقرير مكورة سبقاس قابل لي إيوذاني ويغرين بين قوسين ذي المغرب، لأن من قال المغرب ذي سعريف ذي الصحراء ثوض النسبة 32.2، أي تصورت 30-32 ديمية يعادل ثلث الشعب ويغري. ومنايا إحصائيات غير دقيقة السنة التي ذات أنا فكتع زي 50 ديمية إمغربيا زي سنيريفيا زي سني صحراويا وغرينشا. إذن او زي العدد ذا يقابل لي الام، يعني العدد والأمية يقابل لي 47.5 اقين ذي ما يسمى بالعالم القروي، 22.6 اقين ذي المدن. وبالمناسبة يعني في نفس المصدر يقابل لي نسبة الأمية ذي الريف يوض 34.6. منايا الارقام ينا وتجيبونه أنت فم ذي الإنترنت إجن البحث بسيط أتوظم غوميرين مرة الأرقام هنا. إذن من زمارتك 16 مليون دولار ذي المجال حسب ويكيبيديا قابل لي الدولة ثمغربشت مكورة سبقاس سنقاس ما يقارب جاستة 10 ذي 100 من الأمية. مرا نفترض أن هناك نسبة جا 6 7 ذي 100 غا 6 7 ذي 100 سنويا، مانا يقابل لي في ظرف 5 إسبوسا أنقضى، يعني الدولة العلوية أتقضى نهائيا خل أمية فقط 16 مليون دولار يجو سبقاس إتيش الدولة يعني للتفاهة إتيش شيت مسرين وانفعنت
واش فهمت؟ ما راني عقب غا مجال الشغل 16 مليون دولار مكره سكواس تزما هذا تبني المعامل زما هذا تبني المراكز التكوين المهني إغا يوضن أتخدم الشباب ذو العاطلين ديو ذان إيوا يخدمن أو يعني ذي 3 سنين 4 سنين أضيوض العدد سما 7200 تكتدي 3 يخذي 4 أتوض ضغى 30-40 ألف عائلة نيخ شخص إغا يوضن أتخدم عن طريق 16 مليون دولار إتيش دولا سما ذي التفاهة وذي نقوش إن حاجة المغنية نزمار أو الملاحظ ذي ما نايا مار أنه مرا سخدم بنادم يتخطاص ما الدولة تستفاد زيس مجموعة الفرص تساهم ذي المنتوج العام الدولة تخطاص الداربة يتطوع بنادم ذي الأفكار ذي الاختراعات ذي البحث العلمي غد السيوان الدولة غزات أو قبر ما أذكمر خسما الجزء أول الإحصائيات الملاحظ أنه ذياري في نروست وذي نيجي شن حجث قانس التكوين المهني وذي نيجي شن حجث قانس المعمل نيخ الشركة من زمان الخدمان إريفيين ماشي الحمد لله الدولة ثقانخ وتجيدي شتن وتجيد تنين ينو مقال الزوايا ما مش النيخ ما رامكش انت التمنية ذا ذي النفع التصل المجالات غي يستفدن ماشا الدولة الدولة واتخشا اتقضاخ الفقر اتقضاخ الجوع الدولة ذا الزوع الشعب ذا بوهري ويتويري ويتسري ويتفكع ويسخدم العقر نسن باش أطوض الدولة أذا سنتيك الترويض أنت سيوع ماني ثخص أنت سيوض ماني ثخص إذن اشتان خسما أنيني بالليل أغلبية الساحقة من الزوايا إما أقينت ذي عريف إما أقينت ذي سوس لا أعتقد باللي منايا يخسد ينيد الصدفة أو سمع بين المستفيدين زي الزوايا إضافة إلى العصابة طبعا انتف يعني شير ذي ما نبعاد النوذان استرزقا نخيقتاتون على الجهل ذي الغباء النوذان شير ذي ما النوذان واخدمن ويدمن منافقين يعني شير ذماء منبطحة انتهازية إجن شير ذماء يعني تسنيع مير تتظاهر بالإيمان أجن تعشمية تتقنارو ذنية تتقنار الزف رغم أن الأغلبية إنه ذاني جان ذي مقرانا الزوايا يثينا تغيمان سما المجرمين ذي شفان منافقين ذيني مجموعة الشهادات استغلن الطفولة استغلن تيمغارين جسديا وجنسيا المهم يوذنينا الأغلبية الساحقة سن معليك ذيني جن الدولة تحترم يخف الناس إيرين مارة إما أذيرين دي سبيطارات إبوهاريين إما أذيرين ذي الحبوسات بحكم الجرائم البشعة يتقن لكن بما أنهم غاسن العلاقة إيق العصابة خدمني جن خدمت صبح العصابة العلوية أرادي الجن ويزمار أن يطف أرادي الجن ويزمار أن يوي غير حبس بل بالعكس انتف باللي القيمة نسن ثعرة غاسن العلاقات مباشرة إيق العصابة يني قبرتو غاسن علاقات إيق الحسن الثاني ينا غاسن علاقات مباشرة إج محمد أعلوي المهم قبر سما أنك شويت إسقسان ذي مزيانا من تستفاد العصابة العلوية زي الزوايا
من استفاد العصابة زي وزارة الأوقاف جاند المسؤولة المباشرة خزوايايا من تعنى وزارة الأوقاف من يعنى وزير الأوقاف ذي وقتها بعجلة نهار وزير الأوقاف قناص أحمد توفيق اشتغل وزير الأوقاف منذ 2002 يعني 19 سنة ويتعتبر من أقدم وزير ذي التاريخ الحكومة المغربية نهارا. قبر الناس تغادين الجنقانس عبد الكبير بن العربي بن هاشم العلوي المدغري ورانتا يشغل منصب وزير الأوقاف لمدة 19 إسقوسة. قبر تغادين علال الفاسي ورانتا يشتغل المختار السوسي وكذلك محمد المكي الناصري من خلال مران السيور خواسمونا إيوذانينا تغيم إيوذانا يشتغلن المنصب ويتضح نخ باللي يتغيم هذه المنصب حساس وباللي الدولة تخضع ديوذان بكل عناية فائقة باش يوذان إغاي خدمنا ديرين وزارة يعني ديرين الوزير لوزارة الأوقاف بحكم أن وزير الأوقاف يتغيم هذه الوزارة حساسة وممش اني غاجينا غاس التأثير خويدود غاس التأثير الشعب تحاولت أثا خويدود أخس انتيران تسبوري سويني العصابة العلوية دائما تحاولت تخضع إج الوزير يعني تيري محله ثقة يتخس يعني يتحب علوي حبا سما ضغر دونك العصابة العلوية عماس وتقل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كإجن بنادم من عامة الناس بل تخضر بكل ما أوتيت من قوة. المهم من يعني المهمة وزارة الأوقاف مثلا ما مشتقى نشر الثقافة الإسلامية نثني تيرين مسؤولين خرحيج نهنيش سكانت حجر خميت قذ القرعة نهنيش تخضع المراقص نجاش قبران كذلك الإشراف على هيئة الإفتاء أي فتوى فضي الدولة العلوية لابد إخسخ استوافق وزارة الأوقاف او غالبا نثني دي تقن الفتوى الافتاء ما غالي انه الفتوى غاسي جن تأثير ضم قران يعني خذير عقر اني مسرمن ذير عقر النوذان اكتمنن بالدين الاسلامي اي فتوى تريد مجبر التضفاض التسيد تماما ممش تسا سويني الافتاء نخدار الافتاء يتيري من نصيب وزارة الاوقاف اكجن اقرب وزارة غا الدولة نغا العصابة العلوية كذلك ذني ثنين يتقن ثم زيداوين إقامة المساجد ذني ثنين تيشن حتى أروخصة ولكن تمنيات ذي الشعب إقبنان نثني فقط تيشش أروخصة مروش وكش أروخصة وتزماد أتبني. المهم على ذكر ثم زيداوين زريخ ذي الفيسبوك ذي مجموعة المواقع المغنية باللي وزارة الأوقاف أتبنى إجن تمزيدا 6 مليار سنتيم ماني ذو قوكادير او مران السيور خوكادير ذي 2014 والنومي قان توغي جان وزير الصحة والنومي قان الوردي يروح ذي النية إن 2014 الناس بقوا 2018 أذي كمر إجن المستوصف الجامعي المواصفات العالمية 2018 تكمر الوردي يكمر 2020 أقاثوا وض ولكن عاد سبيتا اني ويبنشا مشقاغهم او التعقارث ووراء انه في ظرف عام نيخ عامين اذيري ثمزي ذايا يتوبنن 6 مليار سنتيم في ظرف اسقوس نيخناني سقوسا اذيري ثكمر ثبنا مغالي انه ذني ثنية اذ تعجيب سن اذبنان تمزي ذاوين باش اذصود صن الشعب اذصود صن أيدوث. مهم ممش نسن باللي العصابة العلوية عماس اذا شتكوش التمنيات عماس شتكوش الهيبات عماس اذا شتكوش الهدايا بدون مقابل عماس اطاوض الدولة العلوية اذا شتكوش التمنيات مروة ويري التمنيات النينة زي سنتي التار ما هو اكثر من المال او
معروف أن العصابة العلوية تشش شنحجث إلا في حالات ما رشي كذا استعرض شنحجث النغنية. المخزن السنيث باللي يتعامل فقط يتشر وقت فقط مؤسسة نخ جمعية نخ شخص يتأثر ذي الجوذان ما روغاك التأثير خيوذان عما سخك تقبر العصابة العلوية. والدليل أن العصابة العلوية تعاملك الزوايا من منطق أنه تأثر الجوذان هو من غنغاضي الجريدة الصباح ذي العدد إضغط صدان عام 28 يونيو 2011 توغى الشارع التخثوخ يحمى جهنم ثكا ما مش تسلم توغى عاد 20 فبراير تدع الدولة النوغ أطوض إجن الزاوية من الزوايا قناة الزاوية البوتشيشية يعني قبر قناة صداد إجن المقال الجريدة الصباح دي 2011 28 زيستا إجن المقال سادو يسم 150,000 بوتشيشي نسبة إلى الزاوية البوتشيشية في مسيرة نعم للدستور 150,000 إنو ذان إكفرندي الدار البيضاء باش ذيني نعم للدستور مغا لأن تغى محمد علوي وميغا يكا في مسيري الدولة يروح يكديجن الدستور يخسخ الصوت الشعب ثكاد ينومي قلبو تشيشيين فغن باش ايدن المقترح للعصابة العلوية دونك الخذاني تتفهم باللي ينا وجبو تقارب غاسن الدولة في امن نيوها لا تقارب غاسن لان غاس التأثير والدليل انه تسهوى 150,000 نيوذان غالشارع باش ذيني نعم للدستور باش ايدن المقترح الدولة العصابة العلوية. وحسب المنظمين دي وقت النير شاشن وسنتيد 175 نركيرا تصورث 175 نركار مكور ركار يساوي اكسي 50 نويان يعني 1750 تقسم الخثنين. كذلك وذنينا مري مجنش الاحتفالية يتصدغاسن العامل يتصدغاسن سما المسؤولين مغان تندم ونتا دليل باللي رمخزن يا ضخا سنخينا وميقان الزوايا وذك سبقاس يعذان المناسبة المولد النبوي شاشن كتا زي 400 حافلة وسند وطنيا ودوليا غيجن انو ميقان دائما الزاوية البوتشيشية اديوسين دي مدغ ذي باركان ثقوش 9 كيلومتر خندينت نباركان ذاني تايت غيماجن السؤال قبر ما نعدون السيور خشا حاجة النغني ويختصن الكيرانة 400 كيران مش حيس كواركا والسن غبوت تمان اسنق مليون اسنق قازين مليون تاويد 200 مليون فقط نركيران 400 نوذان عفوا 400 كيران مرام كوركاريك سي 50 يتاويد 20,000 نوذان تصور شك اذشن اذسون اذطن تصور مش حارن التمنيات ويك تخطاس المنايا معنا برمان سيور خطو موبينات الطاكسيات يني يوذ سنة قاين ديني وها تصور ثايا يثما مش حارن التمنيات سما الملاير نتنعاشين إخصان خطفاها يثا وميقان الزوايا إجا لا تسمين ولا تغني من جوع ما مش النيخ ثنين
إزاي سيستفادن العصابة العلوية ذينا أمي قلب وتشيشيين قرانا يني غاد جا السلطة المسؤولية ذني ذني استفادن زي الزوايا يثينا مهم من يتضح مغا ذني العلاقة جا يعني السلطة السياسية السلطة الدينية من زيد السن باللي سلطة ما يسمى باللاهوت السياسي تارى يعني السلطة الحاكم نخطاغية ديج الأمر إلهي مرات وارد خميت السوار ديك الفقوات نخ ما يسمى بالعلماء السلاطين يقارش قطاعة طاعة ولي الأمر واجبة يعني شكاية مسلم تريد مجبر الطاع ذي ولي الأمر الملك النش الرئيس النش حتى مر الملك ذا الرئيس ذي المجرمين ذي قترن ولا يجوز أتقض الاعتراض يعني السلطة يا نخ المسؤولين نخ القيادة يا نخ الملوك نخ الرؤساء دونك يتغيما ما يسمى باللاهوت السياسي من بين إبيلان يخف تبدا يخف يتبدا الطغيان والاستبداد نخ طبيعة الحال الطغيان والاستبداد السياسي من يعناه هو الدين ماشا باش ونفهم ويتوقع التأويل وورينو ذاني توان سيوير بوخ الدين صدار بالله ونيت الدين السياسي من يسموني السياسة الدين إيش تنت كماريث النغنية إيش تنتي الشرعية يتنغني تماما مامش إنو ميقان الزوايا تيشن سما تيشن الشرعية السلطة محمد علوي محمد علوي تارا يسن درخيا تيشا سن التمنية يعني إيش تن تكمار يتنغني لأنه معليك الزوايا يا نيشان تقذن سيدة ربي معليك الزوايا يا نيشان أقين قبريد سيدة ربي إيري أول حاجة أتقن من تعنى هو التمردن خل النظام والنوم يقال محمد علوي إكجا النظام ويسين لا يا ربي لا العبد سمى نظام مجرم قاتل يفقر الشعب الناس يارد دولة مارة سمى ذيج المخور جنسي كلشي من ويحرين من يتصدم من يتناقض الدين تعاليم الإسلام يتقذنت محمد علوي يعني النظام السياسي الناس ولكن ينوم يقان الزوايا ذرف قوات ذ العلماء السلاطين ذ الوعاظ السلاطين من الجيم ذل عن قموم أوراديش زيسن ويسيوير وتغيمان ينوم يقان رجال الدين سما ديج مزرو خاسن ابن منايا مار ما غالي أن رجال الدين ذني ثنين يتوجهن الشعب نثني سنتقن حتى التدجين دونك يوذن ينا الزوايا تأثن حتى ذي الشباب تأثن حتى ذي اللعبة السياسية سيني نوفا في آخر احتفالية يعني مناسبة المولد النبوي انتفوا النومي قان أخ النوش يحظى جيجن الزاوية مغا لأنه يسني الزاوية نير مرخصة التعاون ذي الانتخابات التعاون لأن إمقران الزوايا مرن ناس المريدين سن اكد مسيا اذا يسكن ذمانا ينير اتجانينا ومقان السياسيين والزيسن اخنوش اتراحي شعرش كيد سند الاحتفالية يا مغابش السند يوي اصوات انتخابية ودائما ينو مقان سمار في قوات نيخ الزوايا تقن كتا زي الجهن سن باش سما دكشني جن تسويات أذار ما هو سياسي يعني جن مدنس سياري ضناس إجن المقدس ديني يعني السياسة دي جن حاجة مدنسة الدين دي جن حاجة مقدسة سذف شائد شا عفوا باش دكشن يعني استعرفت لإضفاء المقدس الديني على المدنس السياسي وتقدمت السلطان
ديج الخليفة ذي ثمواث إنه مقان وحده لا شريك له. الغريب يثما هو أن رفقوات نيخ الحركات الإسلام سكورشي العلماء نورمال غاسنيج العداء ضم قرانيك السلطة إيق الأمراء ذي السلاطين ذي الحكام ذي الملوك واواوا غاسن مشكل ماشا ذاني تتفقني قويويا جينفوسي قويويا ميخف جينفوسي قويويا باش قضان خويذوذ باش قضان خ الشعب باش فقرنا الجوع عن الشعب. يعني وني غاتجا السلطة الدينية وني غاتجا السلطة السياسية جينفوس إيغوايويا باش تحالفن تحالف سما خطير ميخف خ الشعب. سويني مامش اني غاتجينا إجني تقمينيخس يتعاوني في ذوا ونغني تقمينيخس يتعاوني في ذوا. يعني محمد علوي تعاون رفقوته رفقوته تعاون محمد علوي محمد علوي تعاون الزوايا الزوايا تعاون محمد علوي برمنتو باللي لأي مناسبة خميكسينا وكشن كلمة أول حاجة تقنت من تعنا هو أفعن الدعاوي غصيدة ربي باش ينسى محمد المجرم محمد علوي باش تسلم اللينا هذا الوجه الآخر للإسلام السياسي. مهم تغان السور من تستفد العصابة العلوية زي الزوايا رخوش تخان أنغزا من تستفد الزوايا زي العصابة العصابة العلوية. المهم مش اني غاجينا تغيما غاسنج العلاقة الطم قرانت إيق الملوك العلويين ينا غاسن إقروان الطاس غاسن ثيمورا غاسن العقار غاسن اسمه الملاير التمنية سيدار بيو إيق سنن مشحار و يحصلون يعني مكور ثوارات ديني وذان تشناسن عري غالويات ومثلا إجن الشهادة بسيطة يعود يتجون بدكرينو أنه ذي قعاوي من زيخ من السوارخ الزاوية الكاركارية انتثقت جوعة وذرك بداني إنا مسكين تغادين إجن تمغاث مسكين الله يحسن عوان وسيخ الدورة الموث تغاد خدمتك الزيتون مهم تكورشي مين تك مسكينة أتقيم تخدم السيمانة خميتي دغاي خطسوني غاد خدم أتي ست تمنية النية مني هذا السنت السيوذ والنومي قان سعيد الكركع إجن المجرم إجن ميصن الحرام هذا السيول 8 نتا المجرم ومسن حرام و يسني لا ثمغاتني وغاسلين عاشين وغاسقرا وغاس والو يسني لا تخدم يمنع خاسلين عاشين نسكتيد ربنا خلقتنا. وهذا جن مثال بسيط لانواع سمان التحايل والنصب يتقذين ومقان الزوايا خيوذاني ريفيين البسطاء. كذلك فوض الوقاحة زكوذ أنا رجل الدرجة أنه تزوع ناس فوس ما شو غاك برح قص تزوع فوس إلا ما ريق شوفيرو مغا لأن شك تم وحساب تسمى ذي موسخ وزمات حادي ترمشت تسمى نار الرئيس الزاوية واني تومي قان الشيخ تسمى سعيد الكاركارين يخلبو تشيشي شكت محسب ديجن موسخ نتيت محسب طاهر ظنه وغاك برحقش كسما قمو منش اذي حاذاثير مشتنس. اذن من اي مرا نعقب حتى الدين الاسلامي حتى الرسول حتى الصحابة عمستو غويجي اتحد زعد فوسي بن اذن وغاك برح قصد حادي تير مش تقارش يخصها تقدش أو كتان يعني شك ذي موسخ ذي نسمى روايات قال باللي الموردين الناس ينك عبذن سمى رشيوخين المجرمين ينا سنحتى يعني من زيزن ذي تفغنت وارد سمى ذي دنيني استعرفت الأبوال نيخ البول تراحن يني السنتن باللي مبارك زمن يوض ثغيوريد الواقع هذا الانبطاح زكو ذا نومي قال موريديني قعب ذن رشيوخ نزوايا السن
سما مين دي تفغن دروسخ زيسان نيثني سنت قاناش قطاريا يوذان اينا سما ممشني نصبن خيوذان برا ما طوض الدولة ان تحاكم وزمان تحاكم ينا خمين نغاسن سما جوازات دبلوماسية اخمي ذ رؤساء الدولة. او قبل ما نكمل الموضوع وحرق الصراحة من جات قسية هذا ندعاو خيج القصة توقع نيشان دي الزاوية الكركارية إج القصة خطيرة مين تعنى القصة منايا والسنغبوس بقاس بالضبط مشى أذينيخ ما يقارب 20 سنة زقوامي يسديج بنادم ذاري فيه يوي ثاليمانت يوذان يوذان يتغى يتفارو جن يخفان الأحداد دي النضاء مرذا حد والسنخ هذا يدي أكدني هذا ينفى الخبر ونشقاه باللي الخبر صحيح 100% النخ إجن أمات نخ ذاري فيه يعوح زقليمان غاستم غاث طاليمانت انت ذاري فيه يعيش التصم والسانيك في مغاث النس ولكن وزدي وابي بوحنجان وطيرو ماذا عيزم التمغاث ويطيرون الله أعلم ويجي روح غي ضبيبان ويجي المهم ويجي ماني ويروح يعوح غي عريف الناس حد ما فاميليا الناس نصحنت ميزيد نصحن ناس هترا حد غنومي قانا الشيخ سعيد الكاركا أقاي جبانا مالوك جنات واريد اللعبة ذني الجهالة واني مسكين إيقا يا راي يوي ثمغاث الناس يروح غا الزاوية الكركارية أسرث ملاح عيريفيين من يوقع يخضر غاس قبرنتي ديني غا ثواث من تعزو ذي نسكا عزوخ الشيخ نفرام إقيمي ترجو السنخ النهار يومين قطواري ذي خصة ترجيد يفقد غاس مش يغين الناس وديك عن شفران قاث التمغاثينو قرخو التصم والسنس قوامين مرش ولكن ودي وعبيه ويحنجا اي الناس ده هو اي النهون والنفاح يعقبز الامال مهم الناس يكشد 20 مليون تصورتها يثنى ومقان النصب والاحتيال الناس يكشد 20 مليون واني يغزى يمكن غاستين عاشين يمكن سما مسكين يازو يحنجا باللي كان يازو ثم غاثنا تقيمين تربدا لأن يحنجان تجل العلاقة الزوجية غاتستمرتو يوغا الزاد الناس سافاش نكش 20 مليون الناس ولكن قد نجن الشرط من يعني الناس ثم غاثة تجدا غزاثة يثما الخطير من يقوى منايا الناس ثم غاثن شا تجدا الناس فميدو موش ثم غاثين وذا الناس ثومات راه هازو الطمغاث نشطارو قا الحكمه قاثي تريد اللعبه ثني يخصها لابد تجدانيتا وني غزا يمشاو عند الطمغاث الناس الناس صافي وني انت ثقيم الناس هذا ثقيم سيمانه الناس مش غادي ما كيست السيور بقى انت تصور ثاليمان توا انا نسحس غاس تليفون خميني غنحتاج كيس السوار اشتراغا الطواج وموا صافي وني انت يعدو جنو مايين رغى ناسي وعيز الناس ان ناس قا يخصها مغاث انشا تسان قد هوان الملائكة زق جنة ادوس انشا نوذان شا نعيزن يخصها مغاث انشا تيري سما فو بغاية تمستعد واني مسكين قطواري الدابو هاريد النية الدابو جاذي اي سيوريك تبغاث الناس ان نفقا وتنخرع شا قد هوان شا نوذان زق جنة اللعبات النية المهم يذوخنت من غير وقع وانتا مهم صافي ثني مسكين تراجع غاد هوان الجنون الملائكة زوج جنة من غير وقعان نثني خاس دلفن وثنت خاس من غير وقعان مهم باختصار يقعس الاغتصاب بالتناوب يعني اغتصب انت مرة زي السعيد الكاركار فاميليا الناس تاوى الناس مرة اغتصب انت مغاني ما اسمين داس خدمني ضيعنت مهم
الموضوع عني ذي ثوارت عني قيوض الأمر القنصلية الألمانية تصدى البيان إلى آخره. المهم ذاني تام أدخل إجن جريدة وذاني عقرن ذي الريف الجريدة الكواليس الريف. المهم التاريخ إج الموضوع سماتي الشيطان في صورة إنسان ويخفي السور ذا شيطان في صورة إنسان يسور خنو ميقان سعيد الكاركار يقارس سمة الشيطان ذي صورة الإنسان من غير وقعنا وناس ومن غير الساس الموضوع عني ممجس قال يتناول القضية اني بعمق السور تخميني وقع مرة سعيد كاركار كتوارد مافيا ذي قترن سكناز دي وذان المهم سكين طفن بابن مجلس قانا بابن كواليس الريف توقعنا يمكن نعيمي شن حاجة حاميد شن حاجة المهم طفنت طفنت ذي النضوع هل كنت عزينت مهم عزينت زوك فوس عزينت زوك ذا سقطو تسنت ومير إديوراخ ونومي قان الكاركار سعيد الكاركار او اذي سبد سما الجاردة لمدة طويلة وسحيك مسكين وزما دياري سون خريعت وغواثن غان وسحيك دي سبيطا ممشن نخازين تزوك فوس دوضا او مانا يمين مثي دقاخ باش اذو الضحخ يريفيين يوجينا دفهمان يوجينا دفاقن يوجينا دزامتي ذات باللي يني وميقان رشيوخ نشيوخ الزوايا ذي شفان تاروان حرام قطع طرق السن شرب تقمان تاشان تنافقن جميع المواصفات الخبيثة مننت قذنا أميقان سما الزوايا نيخ رشيوخ الزوايا وذوم دي ذاخي جنبونتو النغني وانيتا أميقان كذلك سعيد كاركار السفغد جيجن الوقت شرب زمريج أكيس يطف إجو ديواني ثغنانت غوم قارو أديواني ني أسكن بوبري زين هان نتوغا غاسيج المستوى ضم قران دي الديوانا السن إلا أسيوقع المشكل مباشرة هوان تخزين ني قران نسمو السن من يعنو ني قوني الدولة قوني السن صاحب الجلالة تغي الدعاد الحسن الثاني المجرم المهم بوبري ني من يقا أسكن زي الديوانا وميس بد إجن طمو بنت الشوانس شرب وتيران وانيتا وميقان سعيد كاركار ذانيتا توضح خيي ثما توضح خيي اسما باش هاد السنن الا انو ميقان الزوايا مجرد ممش النيخ ذي شفان مجرد خبثاء استغلان الجهل نوم استغلان العاطفة نوم استغلان تبوهريا نوم نيثني نهارا تعتبان مليار ديرات اقش مثلا انو ميقان البودشيشي غاس رقصة ذي السعيدية الفيلات إقروان الملاير ذين عاشين ربانكوات إيش كيعرفين إتراح غاس تيازيت نشتعكر خز ذي تزغين توغى بنادم غاس تيازيت توسات مسكينة تغيما ترجع سيمانة أصارو تيازيت هذا السيسي ثم جتا حس تسيوض إساعيد كاركار باش نتا غادي تغنى أذيق لباس المهم الخلاصة يايثما السور التسامر بدا مع الاسف توغنكا عند السور دروس الخلاصه منايا ماره سبحان الله العظيم ثومات خالد الساس ديال المخزن يقسم الادوار الزوايا مهم دور منايني سبحان الله العظيم منايني كيخذ الخلاصه منايا باش تسن شمارات الافكار اللي خاري سنتيريت مشابهن المهم الخلاصه منايا يتضح جليا أن الزوايا تغيمنت ديج المذم نيخ الوجه الآخر للاستحمار للاستبغال مويدوذ أمن يكمر المهم قبر ما كيدو مساليخ أي يثماء ذي السماء جتوي أذو تكشخ أسقسي أم قارو إزي غنكمر الحلقة نتمديثا أسقسي من يعنى وشوة ويرمشا عيريفيين أن ثوذاث وثارس النغد السيور خاجينا وميقان عبد الفتاح الأصريحي ثوذاث النس وشوة ويريم معليك تمنية ثا إتشني المجرمين أينا إتشدو لين مجرمين أينا وشوة ويريم
معليك تمنياتات مكشنت دي سبيطارات واش توارى ميري عبد الفتاح الأصري حين ديمث واش واتويريم باللي تمنياتا كان ذي مكشنت يثومة النخ ونيتومي قان عبد الفتاح الأصري حين إيرين هارا أقثيك ثمغاط النس أقثيك ثنين طاوة النس ذي مزيانا لكن الدولة وتتهمشا الصحة ذتو ذاتي ريفيين أنا اشتي تهمة مش حاغك كن حكمن مش حاغك كن قوان غزاث ولو خعروع ذتو ذات إيريفيين.